بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. كيف أصبحتم يا شباب؟ لعلكم بخير. ومع الدرس الثاني من المهارات للصف الأول الابتدائي وأنواع المد. المد كما تعلمون أنه ثلاثة أنواع، المد ثلاث أنواع: مد الألف ومد الواو ومد الياء. نقول الأنشودة: حروف المد ثلاثة: ألف واو ياء. ولكل حرف من حروف المد حركة مناسبة من الحركات. فالألف حرف المد الألف الذي لا يرسم عليه شيء، حرف المد الألف الذي لا يرسم عليه شيء، الحركة المناسبة هي الفتحة، الحركة المناسبة هي الفتحة. وإذا نظرنا إلى كلمة باب، هذه الكلمة سنجد أن بها حرف المد الألف، جاء مد الألف وجاء الحرف الذي قبله ويسمى الحرف الممدود. الحرف الذي قبل حرف المد يسمى الحرف الممدود. نجد أن حركته الفتحة، أن حركته الفتحة، فالفتحة حركة مناسبة لحرف المد الألف. إذن كلمة باب كلمة بها مهارة مد الألف. الحرف الممدود هو الذي يسبق حرف المد مباشرة، وهو حرف الباء، وحركته الفتحة، والفتحة حركة مناسبة للحركة، الفتحة حركة مناسبة لحرف المد الألف. ننتقل إلى كلمة أخرى وهي كلمة ريم. هذه الكلمة كلمة ريم. هذه الكلمة نجد أن بها حرف المد الياء، نجد أن بها حرف المد الياء، والياء حرف المد الياء، والحرف الممدود الذي قبله هو حرف الراء. حرف الراء هو الحرف الممدود الذي يسبق حرف المد، وحركته الكسرة، فالكسرة حركة مناسبة لحرف المد الياء. ننتقل إلى الكلمة الثالثة وهي كلمة فول. أحسنتم، كلمة فول. وهذه الكلمة نجد أن بها حرف المد الواو، حرف المد الواو، والواو هو حرف المد الثالث. وإذا نظرنا إلى الحرف الذي قبله، هذا الحرف، سنجد أنه حرف الفاء، حرف الفاء، والفاء هو الحرف الممدود، الحرف الذي يسبق حرف المد مباشرة يسمى الحرف الممدود، وحركته الضمة كما ترون، فالضمة حركة مناسبة لحرف المد الواو، لحرف المد الواو. وهنا تدريب على ما سبق، هنا تدريب على ما سبق. يقول السؤال: أقرأ الكلمات الممدودة بالواو فقط. نبحث في هذه الكلمات عن كلمات ممدودة مد واو. ننظر إلى الكلمة الأولى وهي كلمة يصوم. كلمة يصوم، هذه الكلمة يا أبطالي نجد أن بها حرف الواو. ابحث معي عن حرف الواو، ويطلب مننا هنا إيه؟ مد الواو. ماذا طلب في رأس السؤال؟ مد الواو. ننظر إلى حرف الواو، ثم ننظر إلى الحرف الممدود الذي قبله، وإلى الحركة التي فوقه. سنجد أن حرف الص قد وضع عليه الضمة صو، إذن الضمة مناسبة لحرف المد الواو. إذن هذه الكلمة بها مد واو. نقرأ الكلمة معا: يصومو، يصومو، هكذا
ننطق، بعض الطلاب يخطئ فيقول ياسو و، هذا خطأ كبير. الفرق بين الحرف المتحرك بالضم سو فقط، إذا قلنا سو فقط فإذا جاء بعده حرف المد المناسب الواو نمد هذه الكلمة بمقدار حركتين فنقول ياسو سو ياسو مو. أحسنتم بارك الله فيكم. نبحث في الكلمة الثانية عن حرف الواو، لا نجد فيها حرف الواو، لا نجد في هذه الكلمة حرف الواو، إذن هذه الكلمة خالية من مد الواو، إنما بها مد آخر. ننتقل إلى الكلمة الثالثة، يقول يقول، ابحث معي عن حرف الواو. أحسنت بارك الله فيك، أين الحرف الممدود؟ بارك الله فيك، أحسنت، أسمع صرخاتك تقول إنه حرف القاف مضموم ونقول يقول عليه الضمة، والضمة حركة مناسبة لحرف المد الواو. هل هناك كلمة أخرى؟ ننتقل إلى كلمة ينام، هل بها مد واو؟ ليس بها مد واو، أحسنتم بارك الله فيكم. الكلمة الأخيرة حبوب، نعم بها حرف الواو. ننظر إلى الحرف الذي قبله، ربما لا يكون عليه حركة الضمة، إذن هذه الكلمة لا يكون بها مد الواو. فهنا حرف المد الواو، والحرف الممدود الذي قبله يسمى بالحرف الممدود، حركته الضمة، إذن هذه الكلمة بها مد واو. إذن لكل حرف من حروف المد حركة مناسبة، فالألف تناسبه الفتحة، والواو تناسبه الضمة، والياء تناسبه الكسرة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.